يعني داير اعرف الطريقة المثلى، الطريقة المثلى لاتباعها لتجنب هذا الداء، يعني لانه في ارشادات صعبة جدا، يعني بيقول لك يا لازم تدخل المنزل تعقم حاجاتك كلها برا وحتى الملابس، يعني حكاية صعبة جدا. إذن كيفية تجنب الإصابة؟ وربما هذا السؤال هو حتى لو كان يتكرر كثيرا هو الأكثر شيوعا، ودائما يعني يميل الناس إلى التساؤل، كيف نتجنب الإصابة؟ كيف نقي أنفسنا؟ دكتور همام، هل ثمة إجابة يعني مختصرة يمكن أن نجمل بها كل الإجراءات الوقائية السليمة لحماية الشخص نفسه من الإصابة بفيروس كورونا؟ نعم، هو صراحة نتفق مع الأخ يعني السائل، فعلا هنالك بعض الأمور قد لا تكون سهلة، ولكن يجب أن دائما نفكر أن هذا الفيروس هو ليس بالسهل، ولكن الأمور هي ليست مستحيلة. يعني من أهم الأمور أولا، راح نعيد هذه الفكرة والنصيحة مرارا وتكرارا، التباعد الاجتماعي، ورجاء بهذا أقصد حتى داخل المنزل، لأن قد يكون أي فرد من أفراد العائلة قد يكون حامل للفيروس وهو لا يعرف أو هي لا تعرف، ولذلك يعني حتى عندما يجلسون في جلسة واحدة يكون التباعد الاجتماعي. صحيح هذا الكلام جدا صعب، وخاصة أن نحن الآن في رمضان، ولكن نحن نقول يعني قدر المستطاع، يعني لا تهلك نفسك ولا تتعب نفسك، قدر المستطاع تباعد اجتماعي حتى لو فترات قريبة أو فترات قصيرة. يعني الإنسان لا يمكن أن يتباعد اجتماعي مثلا على جلسة غداء أو فطور أو كذا، ولكن بعد ذلك يجب أن نحافظ على المسافات. هذه النقطة. النقطة الأخرى هو غسل اليدين. غسل اليدين يعني صحيح جدا صعب أنك تعقم البيت كله، ولكن نحن لا نطلب منه أن يعقم البيت كله، فقط الأسطح التي يتم استعمالها باستمرار، مثلا أسطح أو طاولة الـ يعني تناول الطعام وهكذا، أسطح الـ مثلا في المطابخ وهكذا. غير هذه الأمور دائما حاول أن تبتعد عن أن تلمس وجهك بأيدي غير نظيفة، وإذا لا تستطيع أنت أن تعقم كل شيء ممكن أن تلامس ما هو غير معقم وبعدين تغسل يدك بالماء والصابون. نحن يجب أن ننتبه إلى شغلة جدا مهمة، هذا الفيروس هو قوي ولكن لديه نقطة ضعف، نقطة ضعفه أنه غسل بالماء والصابون جدا بسيط جدا سهل، يعني ممكن المداومة على هذا الأمر.